اتفقنا هذا السيزون انه لازم كل واحدة فينا تكون اقرب للمشاهد وتكون فاهمة بالضبط ايش هو يبغى وايش تبغى تقدم له. عشان كده كان هذا التقرير موجود عشان يوريكم قد ايش احنا حاطينكم في بالنا وانتم دايم معنا. لكن قبل لا نقول لكم على ايش سوينا مثلا في الاجازه حقتنا لازم اكيد طبعا نرحب بزميلتنا اودي. اهلا وسهلا اودي. اهلا وسهلا عبير. اهلا وسهلا في البنات. اهلا وسهلا في الساده المشاهدين. طبعا معلش تاخرت، كان زحمه اول يوم وما قدرت انه انا صراحه اول يوم انه انا ما اجي، خاصه مع الافتتاحيه الجديده حقت برنامج سيدتي. احس اني مره متحمسه ومشتاقه لصديقاتي ومشتاقه اكيد للمشاهدين. اكيد. طيب خلونا بما انه هي مشتاقه للمشاهدين نبدا معها. هي كيف كانت اجازتك؟ انا احتاج اجازه من الاجازه بالمختصر صدق، لانه من بدينا اجازه وانا كله سفر في سفر في سفر في سفر الى قبل امس وانا مسافره ورجعت على طول دايركت على الاستوديو. وانتم يعطيك العافيه. يعطيك العافيه. تعب وجهد السفر يعني الواحد بس ركبه الطياره هذه لحالها جهد للامانه. انا اذا وصلت مكان ودي اريح يومين ما اسوي شيء. والعشاء والملابس والميك اب واشياء الله حوسه. عاد انا عكسك، كنت احكي مع البنات يمكن قبل الهوا كنت اقول لهم قد ايش يعني كانت اجازتي مره مختصره للامانه. رحت كم يوم ورجعت بس عن نفسي عشان يمكن الفتره الاخيره كانت شوي صعبه علينا كلنا بحكم الجائحه وبحكم اننا ما تحركنا او يمكن ما سافرنا كثير ولسه خايفين. بالضبط. لكن انا بالنسبه لي اجازتي يا عبير والبنات كانت ريلاكسينج. برافو. انا اتفق مع مها. انا كنت ريلاكسينج، مو ريلاكسينج، انا كنت فعليا نوم. انا ما تحركت من مكاني خلال الشهرين هذه الاجازه، فعليا في نفس المكان مسويت لي جدول وتنميه ذات ولا هسجل نادي ولا هسوي الجدول. بس ما رحت النادي شغلتين ولا رحت النادي، ابغى انام فعليا كنت بس بنام. اهم شيء انك استفدتي. أيوة. انك اخذتي وقت كذا وريحتي فيه جسمك ونمتي يا عبير. صح. انا كنت اتابع لبنى على سناب وصراحه انا مره كنت معجبه في اجازتها، خصوصا انك استغليتيها في حاجه نميتي فيها وطورتي فيها من نفسك في عملك في مجال عملك. شوفي ريم، انا ما خططت لاجازتي ابدا ابدا ابدا، ويمكن انا كان عندي كثير شغل في الاجازه، ستيل كنت على راس عمل، لكن كان عندي سفرتين، واحده داخليه محليه رحت على ابها. الله. جميلة ابها رائعه. جميله كانت، يعني اخذت فيها هناك 10 ايام جدا استمتعت. وسافرت خارج السعوديه كانت زياره ما بين اهل وما بين، كان عندي خطه اني اسوي دايت وانحف واجيكم زي ما شاء الله ريم وأودي بسم الله عليهم. كانت الخطه اللي هي كانت موجوده، لكن سبحان الله يعني كان ودي بس الزمن ضدي. ففي لما رحت على القاهره طبعا أكل. ومع أكل. الاهل ومع الاصحاب وكذا اكلت اكل واضح الان على الشاشه. يعطيك العافيه يا لبنى. وانت يا ريم. والله صراحه يعني انا سافرت طوال الشهرين هذه كلها كنت مسافره، لكن مو بغرض السياحه حقيقه، بغرض يعني غرض عائلي بحت يعني. ولكن نقطه مهمه اللي كنت ابغى اقولها انه من جد الحمد لله على نعمه السعوديه العظمى وعلى الوعي الكبير اللي بنعيشه احنا اليوم في بلدنا، واننا بنلتزم بالاجراءات الاحترازيه الى اليوم، اخذين اللقاحات ومؤمنين انه هذا الشيء الصح وهذا هو الطريق الانسب. وعندنا برنامج توكلنا اللي من جد لما بتخرجي اي محل بتستخدميه بتدخلي المحل انت مطمنه انه كل اللي في حواليك ما في احد مصاب. صحيح. تقدري تتعشي، تقدري تطلبي قهوه، تقدري شيء. صراحه